نعمل ايه في حاله فيها شعر زائد؟ لا انا عايز افرق بين حالات بقى، مش حاله. حاله فيها شعر زايد هنا اقدر اصنفها ازاي؟ ما هو حضرتك احنا انا يمكن في مجال يعني كلامي اتكلمت على امتى بيحصل، يعني عند سن كام سنه؟ عند سن مثلا 6 سنين هيبقى ايه؟ عند سن 14 سنه هيبقى ايه؟ طب زايد في 25. المناطق الطبيعيه انه يكون موجود فيها، ولا زايد في اماكن يعني لا مش طبيعي ان اشوف ست بدقن؟ لا يعني انت حضرتك ما فيش حاجه اسمها اماكن طبيعيه، اماكن طبيعيه يبقى طبيعي. تمام، سواء خفيف او كتير. يبقى احنا بنتكلم على اماكن غير الطبيعيه. اه طبعا. بالنسبه للستات. اه. تمام. إيه يعني هي دايما الشعره يعني مش طبيعي ان انا الاقي الست عندها شعر في لا سنها. طبعا مش طبيعي، بس هو الشعره احنا ساعات بنسمح للسيدات الشعره الناعمه الخفيفه اللي هي ما تشوكش، واخد بالك، اللي هي مثلا تطلع كل اسبوعين او كل 3، لكن ساعات تطلع ولونها ساعات يبقى ما يبقاش اسود قوي، يا اما فاتح يا اما بدي على الاصفرار ده وكلام. الله يفتح عليك، واخد بالك، او ممكن يعني جراي نهار ما يبقى يعني، وشعره ناعمه وديسبيرسد يعني مش مكثيف، لكن الكثيف وتلاقيه خشن وتحس انه مدبب، السن مدبب اه زي الدقن كده واه وسريع النمو وكثير وكثيف الى حد كبير ولونه اسود. طب هنا اعمل ايه في الحاله دي؟ اه في الحاله دي احنا هيبقى عندنا 2 تارجت، عايزين نظبط البنيه التحتيه ونعالج الشعر في حد ذاته. طب احنا هنعالج الشعر ازاي؟ يعني بالليزر والكلام ده؟ انا موافق. طب ليه بالليزر؟ لان الشعرايه دي يا فندم عامله زي النبت الخبيث. عارف النجيله اللي بتطلع؟ مش النجيله بس بقصها تطلع تاني، تطلع تاني، هي خلاص بقى لها يعني حول حضرتك بقى لها جذور. اه بس انا عاوز اوضح احسن من كده. احنا حضرتك عشان يطلع حضرتك نبت غير مرغوب فيه لازم في ترويه، يعني في ميه في المنطقه. الميه دي هي الهرمونات. مش هقدر اوقفها. هنوقفها؟ امال انا دول بعمل انا ايه؟ تمام. طب انا بعد ما وقفتها هي ضربت بجذورها، ما بقتش محتاجه الهرمون. وقفت على حالها زي ما بيقولوا، حتى ما تشيلها تطلع اختها. لحد ما فتره معينه بعد كده ما تبقاش تبقى هي نفسها، هي والعدم سواء. يعني انا صلحت البنيه التحتيه، يعني الناس راحوا شالوا الشعر، بنسميه ايبايليشن، اتشال بالفتله، اتشال بالحلاوه، اتشال بالمكنه، اتشال باي حاجه، بالليزر، واخد بال حضرتك. طول ما البنيه التحتيه خصبه لانتاج شعر هيفضل يطلع، هيطلع جديد، هيطلع جديد. فاحنا بيبقى عمل جماعي، احنا بشتغل في حتتي وهو بيشتغل في حتته. انا عليا اظبط له الشكل الهرموني اللي موجود ده بما يمنع اعاده نمو الشعر في الاماكن دي، وده هياخد منا من 6 شهور لسنه. لازم انا اظبطها بدي، وهو عليه حضرتك ان كل ما الشعر يطلع يشيله. بعد سنه هيلاقي نفسه ما فيش، 6 شهور سنه ما فيش. هما مسارين، مسار بس طويل المدى. مش هقول طويل المدى يعني، فسنه ده مش حاجه كتير يعني بالنسبه للعلاج برضو. مسار علاج جذري، ومسار لما تطلع كل شهر ممكن تتشير. بس احنا لحد دلوقتي بنتكلم تجميل يعني، بعد مع احترامي لسيادتك، اللي هو نظام التحفيف. عاوزين نخش في الطب بقى ابو جد، الحته المهمه في الطب بقى اللي هو المنع. يا ريت ده في سرطان، ممكن يبقى في سرطان في المبايض. اسباب اخرى. ايوه طبعا. في سرطان في الغدد، الغده الكظريه، في سرطان في الخصيتين، ممكن في ايام ما عندهاش خصيتين يعني، في الرجال لو كان، او خصيتين في السيدات مختفيتين يعني اللي احنا قلنا عليه، حته جهازين. في سرطانات في الرئتين، في سرطانات في الكبد، ويبقى حجمها قد الفوله السرطان، يعني مش حاجه كبيره، مش لازم ورم كبير، مش لازم. فاحنا عندنا دلائل الاورام الهرمونيه. ما خدهاش كده، احنا كده تعالى عملنا بتوع تحفيف، يلا تعالى نشيل لك بقى بالفتله والبتاع. لا مش انا، هو هيشتغل شغلته هو بقى. احنا بنتكلم في الاصل. انا لا، انا بشوف البلاول دي. عندي تكاثم بيضين ولا مفيش تكاثم بيضين؟ طيب جينا نقيس الهرمونات لقيناها سليمه 100 100، هل انا كده يبقى الشعرايه طالعه لوحدها؟ لا ابدا. الشكل الهرموني ده مش مناسب للست دي. يعني لو جينا للمواصفات المحطوطه الارقام الطبيه، ما باخدش بقى، انا شخصيا ما باخدش بقى، مش شرط ان انا احقق الارقام دي ابقى انا كده طبيعي ودي تتماشى معايا خالص. الهرمونات يا فندم احنا عايزين بس نفهم الفرق بين يعني انت سعادتك في نوعين من التحاليل. في تحاليل بتبين عوامل الهدم داخل الجسم، يعني الكلى اما تبوظ في ايه اللي هيبان، الكبد اما يتعب في ايه اللي هيبان،
زي مثلا الكبد الاس جي او تي اس جي بي تي الكلاين فوسفاتاز مش عارف ايه الالبومين الكلام ده كله بوظان كبد. البلوروبين او الصفرة زادت مش عارف ده كله بوظان كبد. الحقيقه كلمه بوظان كبد كمان يعني الكبد المفروض الحاجات دي بتزيد اما هو ما يعرفش يتخلص منها. حمل عليه. او ان تهتك في خلايا الكبد فدي بتنساب جوه الدم. في تهتك او حريقه او تاكل. بينما ما اجي ده مش عاوز اطول فيها قوي بينما الغدد الصماء انا بشوف كفاءه عمل الاعضاء. الاقوى بقى او الاعمق. ايوه.